السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود إلى من يجيستي الكسو دا ودا برنامج كيني سي راعب سوماليا وهلا با كبرتين إنا نتكسو قد بنا شاشة دينا كالسن تي في استوديو مقالة لندن وحان تعلان لها إنا نذكرها اللي قلونا مركو قوه ريسا دقيقة دهن وايو ودد ايا ما انتن نقوح لنايد سببا او قد ملاكا دعيها الكاسة دقو حفلة دي إن قلوين كالي مركا انتا سانو كسو داحني رالي نقا هذا ولا ليال آدي آدمان يدكو عسينا رالي نقا هاتان إن شاء الله تعالى خير بكل ما دونتا وحي سلاد وشوكتان سلاد وده هسكو سوكتان انتي كلي سلاد هدو سوكتي ديار كو دي دنو هدو قاركا صورة بستين الحمد لله وانو شاكي سندونا بسم الله وحي انو مانتا كشاكي سينا بلاهرين عصب وحي انو دونينا بالهيسا هادا وحي هيسا ها سومالي قلي لهذا انو كشاكي سنو وحي انو برنامج كان لي لهذا استرها عب سومالي أفك الصومالي قوامد لابا ماها صدح ماها أفر ماها شن ماها أفك الصومالي قوامد لكن ددك الصومالي يد أفك كو هالان وفر بدي بلشد الصومالي داهي أفك كو هالان وفر بدي لكن أفك الصومالي يد وامد أف صومالي قوامد وأف صومالي لكن ددك الصومالي دو أفف بدن بكو هالان بل واحد دوني أمرك وورسيني نسل قاعد عن ابن سؤال هاد وتاني سويدين واي لا هتشدو ويكل دون أنكرا أمر كان له هذا آد يهون يولال يأبو ينبو واسكو هذا معنى لكن لا هتشدي هي ويان يعني وكل بدو واحد القري واي هي dhibaatada hadaba waxa ay ka dhacaysa maadaama dad Soomaaliyeed aynu nahay oo afkii uu isku mid yahay inta af Soomaaliga ku hadlaysa oranmayno inagu ilaa waxa jira dad Soomaaliyeed oo aan af Soomaali ku hadlaynin af kale ku hadlaya hadaba af Soomaaliga markaynu soo qaadano oo ah barnaamijkan Israac af Soomaaligu wuxuu u taagan yahay maan sadiisu shuruuc bay leedahay aynu shan sannadood iyo dhowr bilood sideed bilood ka soo sheekeynaynay shan sannadood iyo sagaal bilood shuruucdaasi haddii laga qaado hees kismaayo iyo haddii laga qaado raas gambooni iyo haddii laga qaado saylac iyo raas casayr waa in isku mid noqoto afka soomaaliga maan soo wada leeyahay maxaa hadaba ku qaarna shuruuc iyo la qaarna shuruuc diide heesaha soomaaliga maansooyinka soomaaliga ah waa soomaali laakiin heesaha waxaad arkaysaa iyadoo lagu aanaynayo magaalada ama qiblada jihada heestaa laga tiriyey taasina ah mid kala saaraysa ama kala soocaysa dadkii soomaaliyeed iyo dadkii afka soomaaliga afkoodii kala saaraysa shuruucdu waa maxay waxyaabaha lagugu gelayo waxaa ka mid ah ama dhibaatadu ay ka dhacayso haddaan iminka ilaahdo dhaantadu dhimatay dhulkay ku dhacdee dhaantada dhulka maan ka qaadnaa waa qarshee qarbiga almuu naga qarxaa haddaan ilaahdo waa hees jigjiga ama hees dhagax buur ama hees dee waa qalad waa hees soomaali waa maaso soomaaliye haddaan idhaahdo dalsankii wariiriyay xilligii ku dii jiray dambarsamuu kuwan kale haddaan idhahdo waa hees Hargeysa dee waa qalad waa hees soomaaliyeed haddaan idhaahdo ransigan jaleecada ilma ragax ka siiya waan idhahdo waa hees Burcaawi dee waa qalad waa hees soomaaliyeed هذاني لهذا عين بعين الدنيا أنا هذا هو حس بوساسه ده هو قرط وحس صومالي هذاني لهذا دوغة مو حصر بعد دق دوغة نوا تقاني دق بدنو حصر بعد يده بس بيلكو قاته وحس بنادري ده هو قرط وحس صومالي قطبك أي نمان تكح الله إنه هو قطبك هسه بنادري جا hees soomaaliyeed maana hayno maaso soomaaliyeed maana hayno dad soomaaliyeed maana ku heesin deeha
مدايولوجا كدوان وواهي هداني لهذا ويلي هو هذا كان كوكو واشي واهيس بنادري ورسان كامي هلاه هدانا روايد بكوتشرتي ان روايد بنادري احين هدانا لكن دواي روايد هو بنادري وبنادري كما تتقارو افكار ما تتقارو لين هذا بنادري اي اف بنادري بكو حدليسا سواء دات صوماليد اف صومالي بكو حدليسا سواء دات صوماليد اف صومالي بكو حدليسا مركا هدا واهيس صوماليد وروايد صوماليد وحن لو كلا ساريا وقلد اني سيده يلا تاي كلمة دواء لغو كلا دوانان كرا وبرعيو هرقيسية بوصاسية عيرقابية لاسعانو دي بلد ويني كسبايا حمري كلمة دواء لغو كلا دوانان كرا دي لكن هداني لهذا الشي ليه دي شبلي حاذي مشي حاسو عانيس لشوباسي شنتي سلالوت شكل ليغا ساريه او شريغو شيدان او شريغو شيدان عدبي شدو حايه إن كستيو فهمي إنه وقف ما يدي هاي صوماليات وما صو صوماليات لكن وقف ما يدي قف قاضي أنا واني صومالية وي هي سهب بنادري قابا ينوهم ددقينا الله يلاحظو إيدوك أو تقاينا بنادري وهي صوماليات ما نسال الصومالي دو أما قابا هالنقطة ما هي سنقطة إيه وإن الشروع دي يانا عدكيسا إلا لما دافين ولا ما أورنين هدان دي مقع كلا الله سميني ينقلدنا هاي مشي يقول لكن أنا نقوح نواركا ودات سومالية دي هاي سومالية دي ماسن سومالية دي بانو نقواركا يسرع عب سومالي قونا دو يسرع عب سومالي وإن نقاضا لقنا مركا بل إيودو مياني شروع دموچنين إيوغو مياني أنسحا كوچرين إيوغو مياني وإن نسلقا لقنا إلا لما دي هاي صدوا اسكمي دو نمين بحمر بقى لقو سبي من دي هرقي سال لقو سبي من دي بوسا سال لقو سبي من دي كسبايا لقو سبي من دي سيلع بقى لقو سبي من دي بورا بقى لقو سبي دادك كلا تشوغي ووي أنا دادك يسوم علي يدي دني والميلي ديقانو بكل الله هاي من دي واحد لقو سبي يدي واحد لقو سبي لقى حبور يا شلابي يدي يتك تيك وهو ضعف سوم علي دي داد سوم علي يدبان كوي هي سيني سوم علي يدبان سبي أبوان سوم علي يدبان سبي عندنا مكلو تسمى سنت مي صوت فلسطين استي دولار نشع فلسطين وكل حرام استي بكل تجية ده أفك ما حل لو كل تسمى عيو وح عجائب كوي حي إن بدن بالي ويدي هي سه يدك أو تقارن بنادر قالوا هي سوماليت بانو قارن أي ميان عبد قوة وقرن أينين يا قار إري أنكرن أينين موت إلا واحد القرية ويشرا لكنني ولا سوماليت بوا قرن أيه هدي أفكار وكوها الله ينكا بنادر جاه ده ما جرنا يلا كده ينكا بنادر جاه واني صومالي ده أنا قال ميد أفكار كوها الله ينكوها الله يا وحقادو عشاي بمركا هو يدو بوي لي هانا قيدا سارتو هرات قيدا سي سولي بتايا هنتاقادو هردس يحن ويدا هلي كلان غاقضي هل كاتبي سيه بيشدنا كلو هي الشيخان كاحلو دينين الحمر كل يوم بس بيه هيستا محب نادر اللي أقوله وياي الله أورن معي أبوان دنو دير الحمرة وحمر كل ولد حمر كل ولا مجال هذا حمر أو سومالية بس بيه لما أقوله وبنادر وهي سومالية وياي وحاق ريع عوش وأبضك عدو وجود شاهيستا قري عوش حس أي وضع هذا المقول يوين أحمد على العقال مين بنادر ده كل شيء بس مين بنادر معه لكن ما كان هذا أني واقع شيء حاشة وشور كان ناقة يا شروطه وكوش بلاها شنو كوش كل عطاي كان محله يري تسوى بنادر إلا لبضة إني بحمر بيكو ولا شنو كود النوني وأنا لبضة إني صوماليات وأنا لبضة إني أقف صومالي سي ما كو ولا حلاي محات إن لو يدوه بنادري محات إن لو يدي يعني وحس صوماليا لبضو بيلا واف صوماليا لبني لو صوماليا نو يسميين لبا فنان لو صوماليا نو يكو قاضيا واحد اللي كلا دوناشي مجران ما تايلوغ الله أورن يوا بنادري وتايلوغي بنادري كهاي تايلوغي هاي ميانا يمركا تدكي وكلا قرم سباي مناي حدبا ما دام استاتي هستو 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 صوماليا تاويني نو إيغان إيغنا minaan dhinto oo dhardhaar la isaaro dhareerkeeda ha laygu dhaqo nin baa intuu isxanda dowray ayaa wuxuu minaan dhinto bal humaa gaa eega
قال عادين سوق عادين إنه وبرنامج كوابيلو قريب تنقلوا ما أنتوا كعي مدة صوص عطاء يجينوا قلينا لكن بالقريب قريب إنه سوق عادين إنه من عندن تو وأنو عندن تو oo dardaar la isaaro meeshii meedka lagu dhaqaayay marxuuminta dadka dhintay lagu dhaqaayay marka halka la isaaro aniga yaan biyaba la taabsiinin subhanaka ya cadiime gabadhan jaclaa dhareerkeeda hal la igu maydho deewa waa lixas waa libwa blumari tani ma aha waa lixas xitaa subhanaka ya cadiim bal ninkii kula dhareerkeeda oo gabadhu dhareer badan aba horta dhareer intaa leegay aadamaha ma ka daa dareer qofka meedka lagu dhaqo meedka waxa loo dhaqayaa dad in Ilaahay hortagay weena wala si nadiifinaya waa is nadiifin dareerkeedii iyo caliyadeedii ugu dhaqabaa buu yiri isagu dee waa nuuce jacayl ma miyare dambi xitaa ahayn min aan anigu dhinto oo aniga dhardhaar la isaaro hadda meedkayga waar biyaha igu nadiifinina allahayay miyane waa lixas ahayn hee gabadhii aan jeclaa dhareerkeeda ha laygu dhaqo dee taasi miyaanay allah hayaay subxaanaka yacliim dee waa sidee miyaanay daahiriyaa shamis ahayn siimbaartu si xun ay uusan qoraysaa ninkii suubahaya maa soo socda saantaada soo qaad heede hoo baaruud sidrigayga soo saar saanaan rabaa ee saandhe waxa lagu heesaa iminka ilay suugaantani xikmad bay lahayd heesahan iminka idinku baleed laga u taqaanaan xikmad bay lahayd oo humaagiye lahayd oo dee hees soomaaliyeed oo dhaqan iyo asluub ka muuqatay ahaan jirtay iyaduba sida kuwan kale ay u halaagmeen aynu shanta sannadood iyo sideeda bilood soo wadnay sagaalka bilood ayuunbay iyaduna dee dabarka u goosatay laakiin dee xikmado iyo waxay lahayd humaagiyo iyo waxay lahayd dee ujoodooyin aada u macaan oo dhaqamaysan oo kaale araga oo wax garad oo wax laga kala faa'iidaystaa bay lahaan jirtay laakiin iyana waxaynu sheegaynaa dee isbeddelkeedii waa ruuxu sidii hore maaha dee maaha kuwani af soomaaliga dee waxay ka yihiin meel gaar ahoo meel raaci maayaan waar waa af soomaali oo iyagana waa la isaga daba imanaya rag baa xalaalaystay anshaxumo iyo wax noocaasa oo ka qaaday anshaxii iyo quruxdii ay heesaani lahaayeen heesaan soomaaliga ah anshaxii ay lahaayeen iyo dhaqankii ay lahaayeen rag baa ka xayuubiyay iyaguna shuruucdii ay lahayd dee lamaanshada soomaalidu bay la xeer iyo la shuruuc ahayd ilawadii soomaaliyeed kala dhaqan nimin isku dhaqan baanu nahay isku af baanu nahay isku diin baanu nahay ha haddaba isaga uu sidan ugu gelaya oo uu isaguna usoo duwaya kii lahaa markaad luqunta taagteed ugu qabato naasaha ama baashada ayuu baan qaboobaa dee khalad bay ahayd oo waataynu kasoo sheekaynay dee tanna waa qalad sariir sanqadhe xaggaynu ku aragnay goormay sanqadhaa dee waa marka qofuu saaran yahay sariirta markaa muxuu ujeedaa inay yahay sariirtii way jabtay oo ninkii sanaaciga ahaa ee nijaarka ahaa ee samaynayaba uu iman doone intay sariirtu imanayso saantaada soo qaad waa gebigaaguba iskeen dee allahayaay aniga sitrigayga soo saaro aniga dhakada iyo koroma igu soo xun leeyahay subxaanaka ya cadiim dee waa akhlaaq xumad halkii igu sarreysay saanaan rabaa haddana saandhe oo saandhe waa waxa lagu heesayo ee la xalaalaystay habluhuna ku ciyaarayaan wuxuu yidhi koorahay iyo kashkay korkayga iyo kashkaygaba adigaa ku koobane keligaa ku kasbadee kadeed adduun iga kaafi iga kaafiye kululaa jacaylaanama akarkaree keligay kaysow oo markaad dee si yaro kaysow kaftan iga dhowre haddana kaftankii jacaylkaa korneylka korneylkaabaa kor iga saaran kor iga fuulay bay tiri kor iga fuulay kaftankii jacaylkee korneylkaabaa kor iga fuulay waayahay heestan haddii aynu eegno bal marka ugu horeysa horta dhacdada iyo dhismaha iyo dheelitirka aynu ka tagna waxaan kale ah iyana
هيبتي هوري بالحقي أنصحوها برنامج كنوع هورنعي هاي هي صح صوص صعدة أي نوع معنين طهنا أما أي دون إنه بالحقي إنه كفر يسون أنصحني يدقن كني ما صدر سومالي ده اللي هنشر تمر لنا كورة هي كشكي وحوق على بدة سديدة اللي شرع عصب يشرع جارة وهيس بنادري ويا لو هيس تأكل أنت وتعلم اللي واقف سومالي دي ما صوص سومالي دي هدي اللي هي شروع كلاوت هلا أما واحد كلاوت هلا أو بري لود ببلابنتي أما بيل سكوي ببلابنتي دي إدين كون بشيء أنا قال لكن وحقيقة إيه هي الصومالي دني الصومالي قاعد شروع دي هي الصومالي دو ماني راعيسة بدي عيار توي مرقس وحولي أدي جاكو كوبين كلي جا قدرت كي وين نفتو صدق حيتهم بين نقطو ميلا وسعوتا جرر ما ينو كو كسبة دي كده الدون إيجا كافية وتسديد دي طبعا بين نقطة تنا سديد إيه طبعا كلولا تعيلوا كوية تون أروا كركري كلي جينا وأفرية تون وجرن مين والله بيت تون وجرن مين كيسة وكفتني يجي دوري وكوية تون هذا نمر كي لبعد بيس لبيت كلا بدأ بيد يسكو حقوقي هذا نكفت كي تعيل كيسة كيسة وكفتني يجي دوري هذا نحي كفت كي تعيل والله ما كفتن واتين الله حين ورين الله بشر الله ما يستعمله إلا هي سهنا يبغى لنا قنطعية إنه جو صوت أنه هو وقت قانون سعنا إنه بلدد وينها ما دام برنامج كفر دي هاي إنتينا هستن معنين كفتن كي تعايل كا واسا قال كورنيل كا كور إها كفتن كي تعايل كي كورنيل كا كور إها فولة والله بي إيه طبان إيه دونا كورها إنها وسديد إيه صدح إيه طبان إيه سديد إيه طبان إيه كوب إيه طبان إيه لبي إيه طبان إيه كوب إيه طبان إيه سقال إيه تضبع يعني وين نوعي بد نوعي بهش تم هس عيارات با مهس حولات با هس عيارات بيد يعني هس عيارات دي مدم سد الأفرتي هس عيارات أفرتي قيبة أنت مرتبة لبي صدح يه تمني يلا تومي دشان يمد شان هذا كوسو كل شيء قاب هس لو أورن كروي تهي معها نبى صوحر حريقي دي هبا يسك صوحر حريقي مركز سوي حيل محي كلولا تعال أروى كركري كليجي هدو إنت هاي رجل ها إري قروح بدن ويا وما قاد قروح بدن ويا كلولا تعال وان كركري با تعال كاجا أوجي بالله كركري لكن محو كدي لي كليجي أيا وحي كدي شيء اللي تركي أو ما سلم بيالي كيسو كفتني قد دور وكوبية طبانينا دور تادن با ييني سيدي شيء موحو دونا بو مكا قليني انجينير كبر حد هاي نوفرو بل انو قيب تنقلي دونا قيب احنا مركا لما دانا اينو دان تدا او قلي دونا ايا سيدا او سل عدي او احميشي اي او بردي متي هاي سيدا قن كرسم قال لو سي لها او ينا او دين تي او يغن اخلا حكومة ايا بد قلا ايا دونا ايا اصحو ما قلا اي ايا انو كدن بايسين دونا ويغا قصو سعدا لكن هلتا ويغا قل مدد احد اله او دول او قلا دو وحي نوادي دونا بل هاي سها نوعا اما دايا لو قم بنادري قال ايا انو ايغي دونا انو واف سومالي بان لاي لكي وحي اللي اللي هشدي بنادري قل سيم بلاستات لكي وهي سومالي دوني سومالي سيميني سومالي دقا دي دتو مالي دوني قستان كلمة كلمة والو كلا دولان كلا انتا ارياني دي بدي والي تانكو حلو وان قلان ايا افكرا حتى والله معنى لها انجينير كو هاينو فرو تليفونادا وبنغلا قايب قاتو ما دي يعني ميان هي سوماليد هين مكو هوريسا هيسا هني ميان اهين هيسه هيسي هورا لميدا ميان امت سوماليد كو هيسينين ني سوماليد فنان ميان كو هيسين دي وا انين اسلا قادا دغنا بل مين عندين تو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ولا المقعاقي هلكا كسو هلايسو مجيء هو محمد إن واحد شو باريس إن هذا كل سلام يا محمد باريس برنامج كمال سعتي ولا أدي هذا والله سعتي هي بحد بحد يقول سو كردينا سو ولا نقلق يبقى هذا برنامج هذا هم صنعوا واحد كم سو كردينا يا بنا هسه سومالي ذو حكي لي إن كاتجري كلا دوين قيبة كلا دوين مركا qaybta oo fanka oo asalka ah ama hoos areyada oo langa dhuuxo oo way kala sarreeyaan marka banaadiriga waa ereyo lagama dhegeysto waxa laga dhegeystaa muusikada cayaarta iyo ereyo oo ka baxsan oo micno aanan samaynaynin laakiin markaas kicinaya qofka jirkiisa ama cayaarta kicinaya ama xamaasada kicinaya ama waxa soo jiiday marka anoo ereyo difaacayo yaa jecdin caa banaadiriga waxa
يعني معها هيس كريدي للقيماني يروح للقيماني هذيل القيماني دين على دانسي قام هيسها عيارها يقابك كذا وارك معني عمر كان محمد هو ولا هذا هو خد كبل يلا يرى قيم قادر ما واحد ليه ده هي مرتي ما له هو موس جون باللوجو معاني يا قب كعيار باللوجو ترى قال يبى الله ده هيدا كان كذا نين تعلق اللي هي سحق ما ليس باتشري أو حكمة دي نقل اللي باتشري أو إريال اللي باتشري exactly وحوي إن هيسو عياره ومركل لشيدة هيستا وأن إريه قر لوبا هنين وصيدة ويعني إريه صيدة ولقود درو لو تربضن ومركا ميشا كعينيا مركا تصالي إن خيب يارو كمي دو آدو جعلا مرو بيسي ما روحا كمي دا مانو عدبي مريكن كان كوغيلا معني وحيارو عمعنا تمينين لكن مريكن كان كوغيلا معني ولو قدر هاي مركي مركي إريه لإستعماله الوصي درو لكن قيبت وقيبت يرتا ما ريت أن ألعبت كل ده هو ملأ كوره يقول مركز كذا بلده يمو مركز قيبت هاي يرتا ثمان في حمرك ما هو ثمان إنه اللي وين نقل كينا ويكتر جين ولا المعنى هي أي لحين شين هسا حكمة لا بيها هاي إنه مرتلة أو ده عقل قبل أنا كجلاها هاي إنه سدنا أوبا بعين مركز أرتا تانكيو oo qoladeen dambe markay macnihii keenay waydii waadiga ay muusi gaab la raacinaya markaa waxaan leeyahay war ma ahaan jirin sidana ka daayay ku celiye sideedii hore de maxamed waad maasantay walaal yaa markaa kullay anigu maxamed oo kugu ma raacsan muusi ga iska raacda kuwan dambe ha tan aan ka hadlayo kaliya ha laakiin de way dig soo gurmeen iyo kuma way soo baabeen ilaa waxaanu soo wadnaa هيس عقلكاك يعني إن هل حلال ياش كتير عقلكاك وأنا كينين أو حكمة ذي سنو مرتي سبعنا صوتنا أو أنا بربر نيجي دونا يصير باب إن سيدي كوي هري لكن دي وروا باب ده هلا والسلام عليكم هلا والسلام عليكم ألو وعليكم السلام والله المجا عاجي هل كنت كسؤال ليسو والله المهد لندن أيا كسؤال ده أو كسلام يا عبدي أديك يو كالسن تي في يا فرسمي قاعدين تكالسن تي في الله يعزك والله المهد برنامج قبل سعودي ها انا سعودي سو داور كاغا محمد نواد مقليسي سو ما هو كو هادلي ارينكيسي و ارت و رنتا مركا حقيقه هورتا وا سي اديغ شيك و و و برازيلي لفتكيسا سوماليغا و هو كميد اها قيب افكا سوغانتا soomaalida markii la yiraahdo nin walba af buu ku hadlaa laakiin banaadiriga laftirkiisa qaybo ayuu lahaa oo taariikhi hore oo markii la yiraahdo nin la dhigi jiray oo dhintay laa naxariistay aways geedo ha iyo nin la dhigi jiray doctor rafi asagana dhintay oo heesa badan allah yarahma allah yarahma ahmed abd gashan doctor rafi aways geedo degmada keen jiray heesa badan meel li wax soo galay lo ma joogays war hal taabil aadaba waanu joogayna meel wax soo galay laakiin waxaan aad uga mafsuuday waa la kala leexiyaa liin iyo caano yaani dhaqanka ku jira in liinta hadii caano lagu shubo ay guayso ha ha marka marka waxa jir marka waxa jirta banaadirigu waa run way badan yahay wax xikmado badan uu leeyahay markii xitaa la yiraahdo ee gelila oo markii la yiraahdo hadda ka hor waxa dhacday xira triangle li jir ku taalay Kenya ayaa lagu murmayo maaragtay marka allah waxa jirta toorafi rag badan oo xilligaas maxay ay tahay meesha la joogay waxa xitaa in haysa banaadiriga aysan dhaqanka ka hadlin oo geela aysan ka hadlin marka ilaa hadda ninka wuxuu sheegay ilaa 8 heesood 7 heesood oo kulli geela ka wada hadlay oo haysa banaadiriga la qaada absolutely marka ma ahan ayuu yiri dadka reer miyiga kaliya ma aha ruuxa laftirkiisa magaalada jooga deela dinaa kala baragay sameeyay rag aan miyiga arag baa ku jiray
أحمد سلمان بدي وحي ولدي هرجيسان كل شيء هذا نهي سيه وحصمين هي كان أرجعها مركا معنا هذا ما هذا بلاد كل شيء جيل كم هذا كرم ماها ما يكون والو خمسة والو دوري بيان صور دور هي صور بس هون دينا لما ركوا اللي بجيل بكش كينا يا وش وها ولا صور شيء وها كمية هاد اللي يرى هذا حسن جيلة هوس كسريه هنغريسا وها هوس تيدي على هم جيدا مصي أو معنا جيلة qaluuga iyo geedaha quraa iyo geedaha dhaadheerka quraa iyo waxa dhulka yaal cawski waxa ma cuno waa hees filandiriya waxa kale oo kamid ah ninka qaalintiisii laga soo qafashay qasab waa inuu qaylinayo macna ninka deegeeliisa la dacayna waa qasab inuu qaylinayo waxa kale oo kamid ah geel waa quraa gol manaas galo gabiib waa marka geel aad meel gol ah lageeyo qaniin leelo waa uu quraya marka waxaad mooda horta Soomaali waa isku wada mid xitaa heesaha mayiga qaarkood marka aad u sii dhageysato waxa Allah u naxariisto nin ereyadiisa aad aan u jeclaa ayaa jiray oo Sahal Macalli Ciise marka waxa jirta marka heesaha banaa may ah waxa jira iyagoona aad macnaha dhaqanka uga hadla marka dadka dhahaya af banaadirigu heesahooda waan arkay dad badan oo ku dhahay marka dhageysanaysa xitaa ku dhahay naga dambi kana waa hees ama aaminsan inay cayaar unta cayaar kaliya maaha xigmada badan ee markii waxaan akhriyay soo bixin ba heesii banaadiri hadaftigiisa magaalada dhaqanka kalumay ilaa xigmad sibay wuxuu sheegay jiray oo bulsho malo meel isugu joogtaa ba sibay wuxuu isugu sheegaysa macnuhu ma ninka banaadir jooga waa inuu sida ninka hargeysa jooga wuxuu sheegaa ma aha si gaar ah u deesba wuxuu sheegaya kan sibay wuxuu sheegaya ilaa waa laba nin Soomaaliyeed marka waa inaad kan ku qadarisaa kalaftigiisa waa inaad ku qadarisaa sidii wuxuu sheegay laakiin deen heesaha banaadiriga ah iyagu sidee ku waliba u kharimeen bay ku wanaa u kharimeen markuu yiri inaad dhinto dhalaan la saaro dheereerkeeda hal ayu dhaqo de inaad ermiyane waa la xasahayn gabadha dhareerka dhareer qof lagu mayra horta qofka ma ka yimaada maya teeda kale de madaahir ma qofka dhareer lagu mayray maya marka muxuu uga jeeday miyaan nin waananahay ninkaasu marka waxaad moodaa un sida macna yarida hadda ku dhacday heesaha unbay kamid tahay ayay kamid tahay oo waliba deeb waxaad ka warantaa siinbaartu si xun ay u samqoreysaa ninkiisu baahay ma soo socda ya sidrigaaga soo qaad saantaada soo qaad sidriga soo saar saanaan rabaa maxay tahay miyaan waa lix sidii iyo daahir iyo shamis ahayn arj daahid yaasim laakiin heesaha la xusi karo waxaa ka mid ah heesihii oo murtida oo waliba mararka qaarkood aad markaa dhageystaa dhinac walba ka fiira aad leedahay wallaahi waa tan aakhiro iyo adduun intaba macnaha abwaan kama tagin waxaa ka mid ah heesihii maaragtay banaadiriga oo qaadi jiray ninkii axmed heesuufa qaaday inuu yidhaahdo waa ku cayaareen caashiq waa beecaas in maa luntay caadadii ay ka tageen alle ceeb baan haysata heestaas waa sax xikmad miinan ma ahayn waka waxay leegu ciilayaan awooddiisa awood ibn aadanka ha ma oga italiyaridooda marka waxyaabaha horta way jirtaa waa mukrid murtida heesa badan oo murti lama jiray oo aadam ka yari ama oga awooddooda waa yacni heesaha yar waa idag waxa jiray de heesa xikmad lama jiray laakiin kuwani de waa bilaaxay oo bilaa ansax ma ogtay waa iyada iyo daahir iyo shamso lugaynaysa oo la yiri sidanaan rabaa haddana saande may waxaas iyo beedaanka iyo waxa waa waxyaabaha hadda nagu soo kordhay kamid yihiin waa waxyaabaha in la joojiyo u baahan marka maxamed oo inta aan heesaha u gelinayba waxa weeyaan dhaqan xumidan soo socotay inuu joojinay exactly sidaa aad u sheegtay weeyaan waad mahadsan tahay walaalo waxa bilaabta khadka kale inuu geli doona hey salaamu alaykum qofka uu ka go'ay khadka xigeen u eegi doonaa insha allahu taala. Halo salaamu alaykum. Alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal magacaagi halkaad ka soo hadlayso? Cabdi maxamed xuseen alay axmed baan ku salaamaynaa. Alay ciise ginaadeen magacaa jiray magaca adigana. Cawaalo bacaweyn aan ku salaamo. Allah walaalki cawaalo bacaweyn. waan een cawaale maxaad nagala qayb qaadanaysaa ma la socotay barnaamijka walaal? waan la socday sidaad u waday barnaamijka waan ku salaamay sidaad u wadaana si macaan baad ugu waday saasaan kugu taariyadeynayo. Allah yicisak walaal, Allah yicisak cawaale. Nice to see you walaal, nice to hear you. Okay, hayo walaal, waad mahadsantahay walaal. Khadka xiga halow, salaamu alaykum. Waalaikum salaam.
magacaaga halkaan ka soo hadlayso walaal hadda raali ka tahay. magacaygu waa xasan muuse, waxaan ka soo hadlaa Minneapolis, Minnesota. xasan, barnaamijka ma la socotay? haa, waa la socday. cabdigood miya? waa isagii weeyaan, maxaad nagala qayb qaadanaysa walaal? cabdigood aad baan ku salaamayaa. aad waxaan ugu faraxsanahay horta heysaha hadda falanqaynaysa reer xamarka magarad. sax. waayo Soomaaliya waday laakiin aadan kugu taageersanaa walaal. laakiin waxaa la yaabsanahay heysta aad ka hadlaysay ahayd qofka markaad dhintay biin laygu dhaqin dharadaa laygu dhaqo waa daher yaa shamise waa deen waa iyadii loo cimaamadin markaan dhintee dharaar minaan dhintee dharaar minaan dhintoo dharaar lay saaro dhareerkeeda ha laygu dhaqo walaali casweye walaali casweye marka cabdo waxa weeye niyo meesha ka sii wad heysaha reer xamarkana aad iyo aad ay u murti badan yihiin. ilaaxad ilaaxad way fasaq meeluun de sida kuwan kaluun bay fasaq meeluun dhibaatadu way wada gaadhay waa dawaa heesa soomaaliyeeduun. haa haa walaal marka cabdiow ma kusii dheeraanaya aadan ku salaamayaa meesha ka sii wad ma garad allah ya cisag xasan walaal Minneapolis oo dhan igu salaana saxaabtaydii baa joogta waad mahadsantay walaal. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso? magacaygu waa Cabdiraxmaan Nuur, kala socda wadanka Netherland. Netherland, walaal maxaad nagala qayb qaadanaysaa Kamaal? walaal horta waan ku sax, magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan kala qayb qaadan lahaa barnaamijka afka Soomaaliga wax ku falaqta. Soomaaliga waa dhinacyo badan yahay sidaad moodid, maana cabdigood heesahan banaantirigana haddartaan wax walba qalad waa kasoo kaxaan, laakiin intooda murtida leh ayaa ka badan. hadda ninka caawa ah iyo sidoo kale heese badan baa jira murti leh oo banaantiri ah, kuwaas inaa xooga soo qaaso sinaal lahayd sidii gabar haddii gacal kaa galaayo hagaabanaato hakaduudanaatay nawas qamiis waa inay gabadhu gaabnaatay oo madooba casaataa buu yidhi gabadhaan doonayaa. haa, markii banaadiriga lagu sheegay had ayuu qiimo badan tahay. gabar haddii gacalka galaayo agaabanaatay agaduudanaatay kor de maxaan ka waramaa, waa dookhiisii buu ciyaaraye gabadh gaabadho cas buu doonayaa, aniguna weligay gabadh gaaban maan dooninba. miyaa markaa miyaa maana keliya isaga ma doonaa, wuxuu ka hadlaya soomaalida dan ugusalaam war wuxuu buu yidhi ninkaasi dookhiisii buu sheegay, gabadh haddii gacal kaa galaya haddii aad gabadh jeclaan lahayd buu ku yidhi. macnaheedu waa intaasu waa inay gaabanaataa oo gaduudnaataa, dee dookhiisii buu ciyaaray, xikmad halkaa ku jirtaa ma jirto. laakiin de heese badan oo kaleo xikmad lihi way jireen. soomaalida oo dhan buu leeyahay markaa miyaa waa inay gaagaabnaadaan oo casaadaan. ilaa aniguba soomaali baan waan madoo hablaa aniga ila mida baa jira ila imika, dee dukaankay quruxdu taallaa laba haad baa gacla isku siinayaaye qaar iga madoo baa jira markaa kuwaa madmadoo waxa guu kaga tegay. inoomuu tilmaamin isagu kiisu ilay hablo soomaaliyeed oo dhan ee madoobaa buu ka tegay, xagguu uga tegay? kuwaa batalyaaniga uga tegay iyo ingiriiska iyo jarmalka. war halkaa xikmad weyne kuma jirtee Kamaalow, Kamaal xikmad weyne halkaa kuma jirtee. isagu gabadh gaaban oo casbuu jeclaado dookhiisii buu ka hadlay. xikmad meel kale nooga baadh. maxaa ku hoos qarsoon ereyada aanku uurkiisa aad ogoy dad kala soo baxday adigu oo waxaa tahay uur kubaale Kamaal, aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal. dee bal adigana saasay kula aragtaa, anigana saasay ila muuqataa. kolley anigu Kamaalow waa ku tixgelinayaa, waa fikradaadii waa sax. ilay anigu dadkii unbaan isu keenaynaa, kulankii unbaan ahay, afkaartii dadkay kala duwanayn baan isu keenayaa. adiguna halkaasaad barisay, anigu halkan xasan meel, maxamed meel, maxamed kale meel oo baris kasoo hadlayay, maxamedkii london. dee waa adigu dadku waa kala wada afkaar duwan yahay, laakiin kolley anigu umalayn maayo gabadh gaaban oo cas, intee xikmad badani ay ku jirto. waa dookhiisi buu ka helay ninbaa nin gabadh dheer oo madow, gabadh dheer oo cas, gabadh gaaban oo madow, dhexdhexaad ninbaa ka helaya gabadh buuran, ninbaa ka helaya gabadh dhuuban. dee waa dookha bini aadanka ma ogtay marka waa allright. halo asalaamu calaykum. calaykum salaam. walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso? magacayga yuusuf axmed baa la yihahdaa, anaa naystedana waxaan ku magac dheer ahay yuusuf shaxni. yuusuf shaxni
يوسف شحن. ها شحن ده ديوان نحاية وار شحن. ها يوسف حقات توقتها. آه عبد القول واحد جوقا قبل اللي يرى هذا قبل مس جرمري. جرمري ما حد قال برنامج كمان لسعودي. وانا سعد هذا وانا سعد ارتني وعبد القول. ها حس بان جعل هايو ايدي نحان برادريقا برادريقا كجرتا بلاج هوستيلا كجرتا ايدي نحان مقرتا. ها مركا هيستا واحد جعلان ان اد بلغيستان هايو ان اد هيستا فلانقين كسو سميسو صوفي رسو تي هيستا صحافة ده بلادرو بشيك شيكيسي حافة ده حمرو بشيك شيكيسي صح يا حافظ ما حد كيقول لي حق مدك خارك لو كحق مد بنين باتشري مد كويت راهد معناه ما يدي هسه ممكن من حنين يوم انت افر يا ماشا هوك افر يا تي في يا تاي انا وحنو جعل ما دام هسه عاد عليه فرنتيس ما قرتي ها مركا ان شاء الله تعالى بالمر بينو قال دونه مركا وحن جعل الله انا هسه عاد عاد يرف في رسو بل واحد كور انت من انتو دردار لا يسار دريرك هذا الله يقول دقو تاسي وا اسكا حدايبا تاوي اسكا حدايبا هاد ما سنت شحن يوسف شحن اد ما سنت يا الله يلاهو كو جرتا بلاد وصح ويان قفل بس بجعل لا ما دام دكان بنادرغا نيكس كون با لو جعل يا هو حن جعل الله هي صف لنا يرى في رسو ما ينيكس كنا وا لو جعل هيس ولا عيار ده وعيار كميد عيار اه دقمدا سومااليده ويانو دباتم لكن ده سيابة بدن بيوحش يا جان هي صح نبى موقته حق بدن فر بدن يده أفكار فر بدن بيليهين قف بالآدم أفكار تيس كوجد بناء ما أوريك تقف كسواء بلا حق مد لكن وين تفهم تونا تقول حوش شيء إسفه كان معجزة هذا ما ذاك حق مد بدن مركع هلا والسلام عليكم هلا وعليكم السلام والله المقع عاجي هل كنت كسر الله يسوع هلا والسلام عليكم ما يعيق عن كسر الله هيك على سويسك مقع علي 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 أنا جاي دقي سو خد كتلفون قال هذا ما حد قال غيب قال نسام لا سعد برنامج كان هرتا ها والله سعد تشي أنا عبد قد هي كسر له وحان قال قم قال نه هرتا دوت وحوب هني هرتا إسراع عفتم مالك وحوب هني هرتا نحن علي سو بهني إسراع لفت جي سو بهن نحن علي ماي دلك إسراع دلك دلك سو مالك ما خلا وحوب هني نحن علي سو بهني هرتا هي قاربا وبهن قارنا ووريه ها ذكر دقا عزين لو سعلي كدب قفك لغير دعا سينجل فايستان ايريد وكوكيستاي واحون 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 عمال دعا سينجل قفك دقا عزين موه هاي سي سيال لو دعا سينجل هايستان واحون تاي وارون تادا علو لكن تلفت دي ماني دعا قان عالي سحيني انو هرتا قالت كي يسحي وكلا شاقنا دي بدنها انو تومر كل بدي قاتني دعنا دقا كنوها ها دبا هم ميالا هرتا قفك قفك ميالا هرتا قفك مكايلا هرتا هي انتي نيالا سينو وضينا الا قار بابا الهي ابورتي انقري نبا أكل إله من مثله كله. قال بنبيجي محمد هديدن. مركا إنه هو ما يلصق إسلام بينه إنه هني كله إنه ونقي إسلام كوا كنه ونعكس. لكن نقول دي هذا مش سجى عرق الرب كوك. ها غات كارا غارا وكو هيل عبد كوت سومالي ما يتعيني. عبد كوت سومالي ما ها. فرمنه. عبد كوت سومالي ما يتعيني. عندي عبد كوت. وعبد كوت متشيني بوكي مسار تنتين بوكي مركا. أرسل لقط وقال له محاولة يقولها لقط وقال له تنيت وقال له عبد تهني يا ولدي ما راح يجيني ولا عبد القدس مالي ما بتاع ذا نقول عمير انا يمك يا عدي لي سالي ماي عمير ما عمير ما طيب لا عبد القدس مالي جيت ما فاهمين انت تاغنين ده او يمك ما ترسوان بينا قال حي لبد انه انا ساركين يسو ما فاهمين انا واقف فاهم يا انا واقف فاهم يا انا صومالي واقف فاهم يا عبد الصومالي واقف فاهم يا او كان يري او كان يري عبد القدس فاهم بينه ما انا صومالي هين صومالي واجي اسيع النقود القول لا يفهم ما يتين عبد القدس علي عمرك اديق اوك فهمي لكن اني فهمي ما يسمها ماي انا وحنا اديق لوقد افهمين اني وفهم يا اسغن وفهم هاي وحن كل نكاسي اديق اوك فهمي يا سوماها مرك الله هذا سو ها انا وفهم لبدين انه وين يسهمنا سوماها ها وطلع داني مخي فهمي وين من هلكك وشن كجرين هي اسغ ومو دي بيو حكوت دي وحو لي اريد وكو هلا اريد قار ما فهمو ده الله معك ولا انا وني ولاكسن مره دادي كو فاهم ايا ديني فاهم سين لبد ان يفهم انه وحاني اسا نغا دخيا ان سو فاهم وين دا وا سؤال هذا شرط كيالو هلا والسلام عليكم علي واد ما حسنت هاي اد يا اد اسغنا وشغنا سومالي وانا ارجنتين كيمنين هلا والسلام عليكم هلا والسلام عليكم
هلو وان وابي غسلي بواريالي متانغني كان كيف وارني ريب العابان هذا سوماليا ريا إلهي يقان الإسلام يا هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقبل دي قهري سمانتين أصوه علي ما شاء الله ولا المقع عقي هل كتكسوها اللي صادها هل تتعلي كتي فانكو السلام مقع إلوى فاضمة هيا حقيت شكتا فاضمة وحان جوال لندا مركوة عنكو فرحتان البرمامش كادو وضو الله يعيسك والله مركوة عن ربي قرطة هاي ودنكو سو بربرو هاي سي وبربرين صح مره هذه قيمة هذه نوارد على هاي السيدة ماي صح وحاس سي بده شعاوة سي دير ان هسي يعني فلانين تور قيمة يقايا يبغى الله قروح بده يسوي استاذ جي مصلح يدا صح عبد وحال أركض الحياة بعدن لب إنه قبض يوم قروح بدنين يويل كيوم قروح بدنين ودقن كلي أما وحياة كلام بتري مش يسوي استاذ صح ان هسي أنا وحنا مستنا إني بشرة إيه الباب كله قصو قالوا أكثر صومالي عن نقطه دقن ك يعني هدان لنا هدان صومالي صح هذا بنادري إنه هذا معنى قيمة يقاية أدو فريق حياة ها سيدا كوا كلا بدي سيدا كوا كلا لو يقين أيضا لو يقيني ها مركا وحن والله يعني عطمري ويد ولا كحم كسي وحم كسي حناقة مركا أركو تبدي يونا استرنين يويل كيسي قرح فلسي صومالي مانا أولي بسجن أولي بسنين مكا هاسين السيحون وقاعدا ايقن اتحقاب داري أولي بسنين اي موذا يان باين هاستن ببريون لغو روحو دي ها ومق روح بدنا تي مق روح بدنا وحو البوايد وما إلهي وحان كبري يعني وحو بدنا إلهي نوسو عليو آمين مركا واكو قرع سانا هاي ما أنا مركا هاساق مركا حلقا شيغا مروهو إن قف قاسة لتاقرينا يا مالا دي إيه قايم مالك ووهي إنه وح قرح بدن ماشي عن سلسو استغان دقل كيني دي ولا الها مرت إن شاء الله هجر رحمك وحكا من هاتل دي جري قد آقرة قد آقرة دي قد بأي متالي قال إسلام تسلقي يعني قد قفل بوالقين قال يا مسلم بلايك أنت حكمة دي كتشك تو الديني ينبحتها ودي اللي ده بس عفتها مركة حتى أنا خلوين كان تي في رح توان دليلة واي وحن كل دليلة وحياها معناه لي عرور تنا ما نجا كفاية إذا مسود ده هسي سو مدين يعني واحد سو دين يعني هس إن يوروب شوقة أما ميل كله شوقة سيدا يسوع ولا قيوب بلاد كنا إلا يكنا لوما أو قال كنا لوما فصحين إن لا يسرح الروح بني قبلي أي هل قاعد كده كل قاعد تصير دين تيسلام كده إلا ما أقوله وصف ظاهر يا شيء مستوى سبحانك يا عظيم مركا وعويان ده إن سيف يعني يصير يعني شو تدي الله قاضه لكن نك إلى هذا ده تراتن وبنان تينا الرواد ده ونك كان عصبة يمي. عشان هي شرف اللوبة يا قيمة اللوبة هني. يو ده فنانك وواحد دقيق لقط يدواي ومضن ومتلايا أنت سوق القيا كداونا وواح ونعسين لا قط يدا. مثلاً وحنا كان مديرون ده هذا كله يري. هو قبرنا مسلم يا قبر فلان وهيز ده مش تويستكت. بيه بلاقينا هذا أنا جيب على إله يا بيا المهي يا رابا وح كله هو يوم مسلم باس إذا إسلام ده وح إحنا تمركو عركي مركزات ده وح إنه كفه هني إيه دروعي اللي قادني حتى إنه كفه إنه فرنسا وسيترو يويل سيترو يبي كله إنه ده إن أنت بحسابتي ده بنا كسكت الله هذا نمرنا ويس ده تاع ده من هذا تاس ما ده جنبا ماي وقروح ده يعني شرف كنا إلى النواية وأنا جيني ده قروح بدنا أهين ها هو ده جوجر ده ها عرضه هلا هي عادي جنح توه بلال قار كده ده حدان يدرو عيرو ده يرا أسطرنا ده ويسك أسطرنا الله هاي عندي واسح واسح إلا يهد إلا يهد إلا يوم بهد يرا إسكله حدان لما هاي قفكو مركو يا هاي لكن ويا لدعونا وإن وقروح بدن لو قفت لو قضي ده الله يعسك اللي مدي ما ولا وقت جاي نقدم فاضو عادي أدب ولا لما حسن تيجي ساك الله وخير إنتيني نقلا سوق يبقى شو قدامي نيمبا وحو يري عددها جيركيي عندييي لابتا علو شيدات كو مرنتو عاقلاد دي هاوينكا عددها اي عددها جعيلكا غلي waxa weeyaan hadii jeerimka wixii ka dambeeyo qormo waxa inu keenin doona bal iska kaftana عددها جعيلكا غلي baynu marayna عددو xoogeyga sidoo jacaylku u galiya bal wadnaha iyo beerki iyo laabti la gariye عددihii iyo jeerkigii عندييي laabta wali mi aragtayeen xoogiisa uu galo bal een idinkaasi qaadan dhigo doona waxa baalidi kaga tagaya oo maanta ino bilaabay heesahaasi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا بايو كل الحسنات